قبل هنبدأ الحلقة وقبل ما نتكلم على الأخبار ده هنتكلم على موضوع في الرياضة بنشهده أو بنشوفه في الرياضة المصرية بصفة عامة. بنشوف في الرياضة المصرية إنجازات كتيرة جدا وإحنا صغيرين زي ما بيقول في الشباب في الناشئين، لكن الفرق الكبيرة مش بنعمل إنجازات كتيرة. ليه دايما مصر وهي بتحضر الأبطال الصغيرين بيبقوا متحضرين كويس ولما بنطلع مش بنستمر؟ لازم نسأل كلنا نسأل نفسنا السؤال ده، ليه في الرياضة المصرية مش بنستمر على فترات عشان نقدر نكسب بطولات عالم للفرق الكبيرة أو نوصل لبقى أبطال عالم في الألعاب الفردية والأولمبياد؟ ليه دايما كل الطفرة الرياضية اللي بنعملها بنعملها وإحنا صغيرين؟ أمثلة كبيرة واضحة قدامنا، منتخب شباب اليد، منتخب ناشئي اليد، منتخب الطايرة اللي كسب رابع العالم أو فاز بلقب حصد رابع العالم المركز الرابع، ولسه امبارح المنتخب الأولمبي وصل لطوكيو. كل ده كل الرياضة دايما بنبص على الرياضة والألعاب الفردية نفس الكلام كلنا وإحنا صغيرين. ليه دايما الرياضة أو المسؤولين على الرياضة مش بيشوفوا أسباب التغيير إيه؟ ليه مش بندور على الهدف الرئيسي اللي احنا كلنا بنتمناه ان مصر تتحقق ميدالية أولمبية او تارجت كبير جدا بطولة عالم في ألعاب جماعية بالذات؟ ليه مش بندور على ده؟ لازم يكون عندنا اسباب وتحليل منطقي جدا للامور دي عشان نقدر نعرف احنا ليه دايما في الصغيرين بنبقى كويسين وفي الكبار مش بنوصل. ممكن في الصغيرين بيقولوا ان الولد بطبيعته بيقدر يلعب ويتعايش واول ما بنروح في السيستم او بنروح في النظام بيختلف الوضع. يعني ايه بيختلف الوضع بتاعه؟ بيختلف الوضع ان هو لما بيخش في نظام اللعيب المصري مش عايز نظام، مش عايز يتحط في سيستم طول الوقت، لكن واحنا صغيرين نقدر نتعايش مع ده، مع ان كل الانظمه كمان اللي اتحطت بالمقارنه باللي حصل في الاوقات كلها اللي فاتت في الرياضه، دايما الانجازات المصريه بتكون على ايد مديرين فنيين مصريين. مديرين فنيين مصريين دايما 90 95% من انجازات الفرق الرياضيه في مصر دايما بتحقق على ايد مديرين فنيين مصريين وطنيين. وطنيين عشان هو حاسس باللعيب، يعرف يتكلم معاه ويتعامل معاه ويتخاطب معاه. بتفرق كتير جدا اللغه اللي اللعيب بيتكلمها وهو والمدرب بتاعه عن لغه اللعيب حتى ممكن ما يعرفهاش، يخلي مترجم جنبه يترجم له عشان توصل المعلومه للعيب. اعتقد دلوقتي الرياضه في ثانيه بتتغير الرياضه سريعا، بيتغير الجيم فمحتاج المعلومه تيجي في الثانيه تخش ود اللعيب عشان يقدر ينفذها. نتمنى ان المسؤولين يبحثوا والمسؤولين على الرياضه والقائمين على يبحثوا ايه اللي بيحصل في السن الصغير، الطفرات اللي بنعملها وبعد كده بنطلع للفرق الكبيره او المنتخبات الكبيره ما بيحصلش ده. خلينا نفكر في الموضوع ده، وفعلا محتاج ردود ومحتاج كلام كتير جدا من مسؤولين عشان نعرف ايه اللي بيحصل.